خلصنا موضوع الواسطة، ننتقل على شماعة انه البلد ما فيها شغل. احنا الاردن الوضع الاقتصادي سيء، ما فيها شغل. اللي بيحكي البلد ما فيها شغل بيكون هو انسان فاشل. البلد فيها شغل، مش بس بقطاع الايتي، كل شيء. معلم الشاورما راتبه 1200 دينار لعندكم، والناس تلاقي عمره 28 سنه قاعد لسه. عيب انا اشتغل معلم شاورما؟ لا عيب، عندي اشتغل بشهادتي، كنت باخذ حق باقي الدخان من ابوه. مش عيب قد الشحت ياخذ حق باقي الدخان من ابوه، بس عيب انه يروح يشتغل معلم شاورما. الحلاقين بيطلع 3000 دينار بالشهر. البلد فيها شغل. العامل المصري جاي 125 دينار. احنا شبابنا المشكله فينا، شبابنا مشكله تفكيرنا احنا. خلاص بدي اصير مدير من اولها. لا اشتغل 200 دينار، اشتغل 300 دينار. بعدين اثبت حالك وتمشي امورك. هاي مشكلتنا. البلد فيش فيها شغل، وبالتحديد بقطاع الاي تي البلد ينقصها ناس كفاءات ما في. للاسف الجامعات معظمها عم بتخرج. يعني لو بحط هاي اليوم على كرسي في الجامعه بتاخذ بكالوريوس. هذا اللي صاير، احنا نكون واقعيين. هو هذا اللي صاير. فخريجين كثار، واقول لك ومعدل. مش شرط، في ناس اولاد دفعه لهم الاحترام وما شاء الله عليهم. وفي ناس عن جد بيكون معدل 90، لكن هو معدل، هلا بنحكي عن أهمية المعدل، تمام؟ فالبلد فيش فيها شغل حجة الفاشل. احنا عم نقابل آلاف الناس يا جماعة، ما في ناس. يعني حتى ريسنتلي عم بفكر اروح افتح فرع في مصر عشان اوظف ناس. ما في. طب ليش ما تجيبوا ناس وتدربوهم؟ حنحكي هسه. ليش ما بزبطش؟ تمام؟